ينضم إلينا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكوتي. أهلا بك رائد لنتحدث أكثر في الأسواق العالمية. أهلا مرة جديدة. يعني نبدأ من الذهب الذي يسجل مستويات هي الأعلى تقريبا في أكثر من شهر، نتكلم يعني الأعلى منذ 18 من مايو الماضي. ما الذي يدفع هذه الارتفاعات وهل هناك إمكانية للمزيد من الارتفاعات في الأيام المقبلة؟ الظروف مواتية جدا للذهب لمزيد من الارتفاعات طالما وصلنا إلى ما فوق مستويات 1750 دولار للأونصة. ما حدث فعليا أنه كان هناك نوع من الطلب نحو الملاذات الآمنة، ولكن في نفس الوقت الذي يعني يوجد فيه رغبة نوعا ما في المخاطرة بأسواق الأسهم واستغلال المستويات المتدنية ومزيد من الارتفاعات التي حققها خصوصا بعد جائحة كورونا، ونتيجة أنه لا يوجد أيضا أي فرصة استثمارية فعليا خالية من المخاطرة، على وذلك في ظل وجود أسعار فائدة متدنية بشكل تصل إلى مستويات الصفرية وهي التي تمثل الفرصة الخالية من المخاطرة أنه تحط الفلوس بالبنك. بالتالي كان هناك الاتجاه الحقيقي والفعلي نحو خزانات القيمة، وبالتالي على رأس خزانات القيمة يأتي الذهب. فعندي نقطة ضعف الدولار الأمريكي بنتيجة برامج التيسير النقدية والضخمة وبخطة شراء السندات الجديدة من الفيدرال الأمريكي، وفي نفس الوقت هو قلق من الموجة الثانية من فيروس كورونا وأثرها السلبي على الاقتصاد العالمي ككل. يستغل الذهب ذلك، يتلقفه وممكن يصعد به إلى ما فوق مستويات 1780 دولار للأونصة إذا ما تكاملت أو تضافرت الظروف بالشكل الجيد خلال تعاملات هذا الأسبوع وافتتاحات الأسبوع تكفي بالنسبة للذهب لمثل هذه الانطلاقة. نعم رائد، وضحت الصورة بالنسبة للذهب. دعنا نتكلم قليلا عن بنك الشعب الصيني وقراراته الأخيرة بالنسبة لتثبيت أسعار الفائدة هذه المرة الثانية على التوالي. هل ممكن القول أنه بنك الشعب الصيني قد اكتفى من التيسير النقدي أو أن الظروف باتت مؤاتية ولا ضرورة للمزيد من التحفيز؟ حقيقة يعني بنك الشعب الصيني فعلا أبقى أسعار الفائدة ولكن عند أدنى مستوياتها تاريخيا. بالنسبة لي هذا البنك على وجه التحديد 3.85% أسعار الفائدة تعتبر متدنية وبشكل كبير بالنسبة لبنك الشعب الصيني، إضافة ل 200 مليار دولار التي ضخها في الأسواق مؤخرا في ضمن برنامج التيسير. لا ننسى أنه الاقتصاد الصيني يسعى إلى التحفيز بشكل قوي جدا، ونعلم تماما أنه قادر على التأثير في قيمة اليوان وفي قيمة مستويات التضخم الداخلية، ولكن مع وجود مخاوف الجائحة مستمرة حتى الآن والموجة الثانية من الفيروس وعمليات الإغلاق الجزئي، عمليات القفز أو النمو التي شاهدناها في قطاعات التصنيع وإن كانت نموا ولكن لا تزال المستويات أدنى بكثير ما قبل الجائحة ومعرضة لنكسة جديدة بنتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا. باختصار الاقتصاد الصيني حتى الآن يحتاج إلى مزيد من التحفيز، وإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها غير كافي لدفع مستويات الأسهم. نعم. الصينية أو الآسيوية والأسهم العالمية. نعم كذلك. يعني بالحديث عن الأسهم الآسيوية رائد، اليوم كانت الحركة هيك ضعيفة نوعا ما في الأسواق الآسيوية، تحركات عرضية على المؤشرات، ولكن الصورة أمريكيا العقود الأجلة تظهر ارتفاعات. كيف سيبدو المشهد أمريكيا هذا الأسبوع بعد التقلبات الكبيرة الأسبوع الماضي في الأسواق الأمريكية؟ حقيقة بالنسبة للأسهم الأمريكية يوجد لدينا الفائض والحيز للارتفاعات بنتيجة أنه ما في عنده للمستثمر أي فرصة بديلة خالية من المخاطر مثل ما ذكرنا، وأيضا في نفس الوقت أنها مشجعة ومرغبة لمزيد من الارتفاعات، بالتالي يأخذ المخاطرة ولكن لا يأخذها بشكل كلي، وبالتالي يبقى المجال أو يبقي فراغا للخزانات القيمة مثل الذهب على سبيل المثال وباقي السلع. ولكن التوجه نحو أسواق الأسهم خصوصا بعد الضغط الكبير الذي كان خلال أو التذبذب الكبير الذي كان خلال الأسبوع الماضي، فهي تخلق فرص جديدة في الأسواق خصوصا مع بعض التفاؤل فيما يتعلق ببيانات تسجيل حالات جديدة بالنسبة لفيروس كورونا وتقليصها حول العالم، إضافة إلى الأنفاق بأن يكون في عندنا توسع في العلاقات التجارية أو عودة الحياة التجارية نوعا ما
في بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إلى أرقام أفضل مما كانت عليه، ولكن المستثمر يبحث عن فرصة وإن كانت في المرحلة الحالية تعتبر هي انتعاشة ما بعد الأزمة والتي قد تولد فقاعات اقتصادية في الفترة القادمة. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي على كل هذه التفاصيل والتوضيحات.